أثبتت وجودها كإعلامية من أكثر من 16 سنة، متمرسة بالمواضيع الاجتماعية، خبيرة بشؤون الأسرة، وملمة بمجالي الصحة والتغذية. سامية عواد مطر. منتابع لقائنا، بجدد التحيات للجميع. أكثر من 5% من سكان العالم، أي 430 مليون شخص، بيحتاجوا للتأهيل لمعالجة فقدان السمع، من ضمنهم 34 مليون طفل. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول العام 2050 حوالي 2.5 مليار شخص تقريبا رح يعانوا من فقدان السمع بدرجة ما، ورح يحتاج 700 مليون شخص على الأقل لإعادة تأهيل لمعالجة مشاكل السمع. 50% من الأشخاص اللي بتراوح أعمارهم بين 12 و 35 سنة معرضين لفقدان السمع. بكباك عنا تسونامي من نقص السمع بيصيب كباك، 864 ألف شخص بيعانوا من قصور السمع، أي ما يعادل 10% من المواطنين. 33% من الأشخاص عمرهم 65 سنة وما فوق، بعد 75 توصل النسبة لل 50%. وانطلاقا من هالأرقام هيدا رح نسلط الضوء اليوم على موضوع قصور وفقدان السمع مع ضيفي الاختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور نديم إربان. هارك سعيد. بونجور سامية، بونجور لإلك وللمستمعين. يا هلا وسهلا دكتور، بدي أشكرك مسبقا على الوقت اللي عم تعطينا إياه. بدي بالبداية، لما بنسمع بقصور السمع أو فقدان السمع، هل الفرق كتير كبير بين بعضهم؟ الحقيقة الموضوع علمي كتير وشامل. رح جرب قد ما فيي بطريقة مبسطة حط الأمور بدون ما غيب عن فحوى الموضوع. بدي اعتذر شوي من المستمعين انه راح استعمل كتير مصطلحات يمكن اجنبية، مع انه كتير جربت ضل دقيق باللغة العربية. بقلك انه مبارحة قضيت كتير وقت على الانترنت والجوجل ترانسليت لحتى لقينا كتير مصطلحات بالعربي. الفرق بين اثنين اللي عم بتقوليون براتيكمان بيشبهوا بعضهم. تيوريكمان بنحكي عن ديفيسيانس اوديتيف، اللي هي الإحساس بنقص السمع أو الإعاقة من نقص السمع، بينما لابيرت أوديتيف اللي هي قياس نقص السمع. وقياس نقص السمع بنعمله من خلال أوديوغرام أو تخطيط سمع، بده ينعمل أكيد للدينتين، وساعتها منقرر قديش نسبة الفقدان السمع. إذا منقول أنه بين 0 و20 ديسيبل الإنسان سمعه طبيعي، بين 20 و40 نقص السمع خفيف، بين 40 و60 النقص معتدل، بين 60 و70 هلا عم ينقص أكتر السمع بنسميه مودري ما سيفير، بين 70 و80 سيفير، و80 وما فوق ديسيبل تقريبا الإنسان ما عم يسمع شيء، بنسميه بيرت أوديتيف بروفوند. نعم. طيب إذا بقى نعطي مثل عن 20 لما بيكون نورمال، يعني عن عبارة عن شو بيكون الصوت؟ دقة باب أو أقل هيك؟ لا هي الشان أوديتيف عدة فريكانس مثل ما بتعرف. الفريكانس بتروح من 125 لتوصل ل 8000. بنعمل معدل بيناتهم وبيصير هالصوت ينسمع بطريقة، بنبلش نخففه لحتى المريض يقلك ما بقى عم بسمع، بطل يكبس على الزر. نعم. طيب دكتور، الأسباب اليوم وليش هالقد في مخاوف؟ يعني إن كانت اليوم المنظمة العالمية للصحة، الحكومات بالبلدان المتقدمة كمان، اليوم كلهم خايفين من أنه نوصل لوقت يصير عنا كتير مشاكل حتى بين المراهقين الشباب. يعني مظبوط، كتير مظبوط اللي عم بتقولي. هلأ في أسباب لنقص السمع موجودة من زمان وفي أسباب جديدة. إذا بتسمحي لي بدنا نقسم البريود تبع الإنسان حسب كل بريود شو هي الأسباب تبع نقص السمع. في عنا، أنا قسمتهم لخمس بريود. أول بريود بس يكون الجنين بعده ببطن أمه. في عنا العامل الرئيسي هو الجينيتيك اللي بيكون وراثي أو تشوهات جينية موجودة، أو فيكون فيروسات بتنتقل من الأم للولاد. عندنا 2 فيروس كتير مهمين، الروبيول أو الحصبة الألمانية أو سيتوميغالوفيروس. هيدي بالبريود برينتال، يعني قبل الولادة. الفترة الثانية بسميها بيرينتال، بس يخلق الولد بس أول أيام حياته.
في عنا الأولاد اللي بيكونوا الولادة المبكرة أو البريماتوريتي، هودي عندهم خطر أكثر إنه يصير عندهم نقص. الولاد اللي بيخلقوا الوزن كتير صغير كمان عندهم. الولاد اللي بينقصهم أكسجين إنه عم يخلقوا أو أسفكسي برينتال، أو إذا الولد خلق وعنده إكتار نيوناتال أو يرقان مثل بيسموه عند الولادة، إذا ما تعالج الورق اليرقان بسرعة معقول يصير فيه نقص بالسمع. يعني نحن بنقول له صفيرة، يعني ما هيك؟ صفيرة، إكتار إكزاكتومون صفيرة. نعم. بس بالحسب الديكسيونير مكتوب يرقان. نعم، يرقان. قلت لك جي في مونترا عملت الدرس تبعي. الفترة الثالثة واللي هي الأكثر شيء هلا متخوفين منها اللي هي عند الأطفال والمراهقين. هلا في السبب الرئيسي كان الالتهابات الخطره اللي هي المناجيت الاوريون او نحن بنسميه ابو كعيب بلبنان او الحصبه اللي هي رجال، معقول تاثر من خلال تاثير على جسم تاثر على الدينين، بس اكثر شيء عم بيكون عم ياثر على السمع هي الالتهابات الاذن الوسطى. نعم. اللي فيها تكون ايجو او كرونيك يعني او تكون حاده، وأغلبية الأوقات عم تكون من خلال الجاردوري مالوريزمون اللي ما قلنا غنى عنها. هالولد عم يلقط هالإنفكسيون دي وريسبيراتوار كان بالسينوس بالفيجيتاسيون أسي دو سويت، وعم ينتقل هالفيروس على الدين الوسطى وعم تعمل له أو التهاب حاد فيرال أو بكتيريان مع وجود عمل بالأذن الوسطى أو وجود سائل عادي أو سائل مخاطي عم يأثر على سمعه للولد. وهيدي إذا ما تعالجت في إلى مخاطر، لأنه فيها يصير في ثقب بالطبلة الديني بيرفوراسيون، فيها تؤدي لماستويديت يعني التهاب العظم اللي حوالى الديني، وفيها بالعمر بعد مدة تعمل مثل ورم بالديني بيسموه كوليستياتوم اللي هو خطر كمان. نعم. عم بتقول دكتور إذا ما تعالجت، يعني الطفل اليوم لما بيروح عند الحكيم وبياخد أنتيبيوتيك لعلاج التهاب الأذن الوسطى بيكون بهالحالة يعني ما عنده خطر انه يوصل يفقد السمع او يتطور يصير عنده مضاعفات، طالما في متابعة طبية وطالما في علاج لهالالتهابات ما عندنا مشكلة فيها. هلا كتير اوقات الاهل بيتخوفوا من شغلة اسمها ميرينجوتومي اللي هي العملية اللي بنعملها، بنفتح طبلة الدينة بنشفط الموجود بالأذن الوسطى ومنحط تيب. كثير الأهل بيتخوفوا منها، بس أوقات هي اللي بتخلي تعطي أمل للولد إنه ما يصير عنده مضاعفات بسن البلوغ. إذا بتسمحي لي رح نمرق للفترة الرابعة اللي هي لاج أدولت أو عند البالغين. عند البالغين إذا ما تعالج مثل ما قلنا الالتهاب بسن الطفولة، ما أقول يعملنا مشاكل أكثر بكثير، اللي هي البرفوراسيون دو تيمبان اللي هي الكوليستياتوم كناية عن ورم بياكل الديني شوي وشوي، بياكل العظمية تبع الديني، وخطر بشكل انه اذا ما تعالج بنعمل له عملية معقول يضل ياكل العظم لنوصل للدماغ. فهيدي شغلة لازم لمتابعة ولازم لتريتمون. فإذا الباساج على كرونيسيتي يعني من الاشياء الايجو نمرق للاشياء المزمنة، هيدي اللي منجرب نتوقيها. نعم. بالسن الستين سنة وما فوق بصير نحكي عن شغلة اسمها بريسبي أكوزي أو نقص السمع اللي جاي مع الشيخوخة. 75% ما بتأثر على الشخص، ومنشوف من خلال تخطيط السمع منشوف نقص بالفريكانس العاليين على تخطيط السمع. الإنسان بده ينتبه شوي أكتر، بده يركز شوي أكتر، بس عند 25% مالوريزمون وفي عامل عائلي مش عامل وراثي، عامل عائلي بيصير في نقص بالسمع بالدين المنيحة يعني الأحسن بين اثنين من 35% وما فوق، وساعتها مجبورين نحط سماعات عند الشخص هيدا. بالنسبة للبريسبياكوزية صار في دراسات جديدة، بالأول كانت ما في أبدا دراسات عن هالموضوع، والأمل حالياً أنه عم يصير في دراسات كتير قوية من وراء الإتود تبع الجينوم تبع الإنسان لسيانس جينوميك. قدروا لقوا على الكروموزومات تقريباً 150 موضع على الكروموزومات تبع الإنسان، موزع على كل الكروموزومات عند الناس اللي معرضين أكتر أنه يفقدوا سماعهم مع الشيخوخة. هالشي خلينا نقدر نوصل لشغلة اسمها سكور دو ريسك
يعني قديش الإنسان معرض. عنده ريسك إنه معرض إنه يوصل. بس هالشغلة بعد حاليا إكسبريمونتال، بس الشغلة اللي منيحة إنه عم يصير في دراسات حاليا عليها. وفي علاقة وثيقة بين فقدان السمع عند الشيخوخة وبين الذاكرة، بين الاكتئاب، بين الفونكسيون كوجنيتيف، عوامل الإدراك، الزهايمر، الخرف، انسي دو سويت. مشان هيك ضروري كتير ان يتعالج الانسان ويضل عنده متابعة، والسماعات يكونوا ضروري. نعم. يعني هذه الدراسات اللي حضرتك عم تحكي عنها، فعلا الانسان لما ببطل يسمع منيح من بيصير عم بعيش بعزله، لهالسبب بتصير تاثر على قدراته المعرفيه والادراكيه، وبنوصل للالزهايمر بالاخر. يعني في علاقه، في علاقه، مش نقصين السمع بده يؤدي للالزهايمر، بس بكانه شغلتين ماشيين بنفس الاتجاه. وكل ما الانسان ضل عم يسمع، يعني عملنا له ريادابتاسيون، كل ما خف الديمانس، خف الديبريسيون، ويمكن ديركتومون الالزهايمر كمان. طيب امتى لازم نروح نستشير؟ يعني باي عمر؟ هل في عمر معين بتقلنا لازم ابتداء من هالعمر ان كنا عم نحس ولا ما عم نحس بنقص سمع الافضل نعمل فحوصات؟ او اجمالا شو ما كان عمره المريض، اول ما يصير في احساس بفقدان السمع لازم يصير في استشاره. هلا في اسباب لفقدان السمع موجوده بكل حياه الانسان، مش ضروري بمرحله معينه. بقول لك منهم مثلا بوشون دو سيرومان، السمخ بالاذن. بقول لك مثلا التروماتيزم، الاكسيدون اللي بيصير فيه كوموسيون سيريبرال، كوموسيون بقلب الدينه، التروماتيزم كرانيان. السبب الثالث واكثر شيء وجيهي واللي هلا اكثر شيء متخوفين منه هو الضجيج. الضجيج اللي موجود او بالاشغال بكم مالادي بروفيسيونيل او بالوزير تبع الانسان، وهالشيء اكثر شيء موجه للمراهقين اللي عم يحطوا هالسمارت فون، هالايربود، هالام بي 3 تيقدروا ينبسطوا اكثر، عم يقووا صوت بشكل انه عم يتسبب هالشيء بنقص بالسمع عندهم. بالمالادي بروفيسيونيل اللي ان انتيتي تري بارتيكولير اسمها نويز انديوست هيرينج لوس، هيدي سي اس اس تي او الكوميسيون دي نورم دي ترافاي بتهتم فيها، والعامل اللي بيتعرض لهالشيء بيصير عنده كومبنساسيون اي انسي دو سويت. في سبب رابع كمان لازم نذكره اللي هي الادويه. نعم. في كتير أدوية سامية بتكون بسموها أوتوتوكسيك، بتأثر على الدينة ومعقول تأثر على السمع. في الأدوية المعروفة أكتر شيء الكلاسيكي هي أدوية الملاريا اللي هي الكينين والمشتقات الكينين، أدوية التوبركولوز واحدة من المهمين الريفامبين. بس في كتير أنتيبيوتيك كتير مزعجين للدينة، أوقات منضطر نعطيهم بكل الحالات لأنه حياة أو موت، بس هودي الانتيبيوتيك فيهم يأثروا، دي ميديكامون اوتوتوكسيك. ما بعرف اذا فينا نعد فيهم يأثروا يعني من مره واحده او لما بده ياخذهم الشخص بشكل مستمر او على فتره طويله. سؤالي كثير وجيه. في اوقات من دوز واحده فيها تأثر على الدينه، بس كل ما كفيتي كل ما كان الضرر من اكثر او irreversible. بس فينا دغري نعرف من وراء دوز واحدة كأنه عم تأثر على دينة الإنسان. في كمان شيميوثيرابي والراديوثيرابي. الشيميوثيرابي كمان بتأثر على السمع، وإذا الراديوثيرابي العلاج بالأشعة كان على الأذن كمان معقول يؤدي لنقص بالسمع. في سبب من أسباب نقص السمع كتير وجيه وبحب كتير أنه المستمعين ينتبهوا له. اللي هي une entité سامية اسمها surdité subite. المريض مفاجأة فجأة بيصير عنده نقص بالسمع بدينة واحدة، أو قد ما بيهتم لها بيفكر عنده سمخ بالدينة، أو بيفكر أنه قبل بنهار كان بسهرة وتعرض لصوت. بس هيدي كتير خطرة، لأنه حتى الطب الصحة العامة أوقات ما بينتبهوا لها. sudden hearing loss هيدي بدها علاج خلال أسبوع، لازم المريض يتعالج بدوز كتير قوية كورتيزون، أو بتم أو إنجكسيون بنعملها بالكلينيك ديركتومون بالأذن الوسطى،
وبنعطي ساعتها الشانس للمريض انه يسترد سمعه. اذا ظهرنا من هالفنات الثيرابيوتيك هي اللي هي تقريبا جمعه ماكسيموم جمعتين، الضرر بيصير مزمن وايريفيرسيبل، ما بقى فينا. ليش شو سببها يعني؟ سببها شو بيكون؟ عدة أسباب انطرحت. أول سبب كانوا عم بيقولوا أنه يمكن الفيروس إربيس عنده الإنسان بجسمه وصار عنده رياكتيفاسيون، كان نايم وفاق. سبب تاني منقول دي مالادي فاسكولير، مثل كأنه الشريان الرئيسي اللي بيؤدي للدينة سكر فجأة وعطى هالمشكلة الكبيرة، بيسموها لتيوري فاسكولير. بس حاليا عم نفكر اكثر بالمالادي اوتو ايمون، كانه جسم الانسان فجاه قرر يفرز مضادات حيويه ضد الاورجان تبعه. نعم، لا تيوري اوتو ايمون دو لا سورديتي سوبيت. بس ثلاثتهم علاجهم تقريبا هو زيتو شو ما كان السبب، اللي هي الكورتيزون او بلوتو اسرع شيء فينا نبلش فيه نعمل، وخصوصا يصير في توعية عند الناس إذا صار عندهم فقد بالسمع بطريقة مفاجئة، بليز استشيروا. نعم، يعني للأسف وقتنا مرق بسرعة دكتور، دايما معك هيك بهالهدوء والرصاني بالحديث وهالتفسير، بيمرق الوقت ويعني دايما هيك بيسرقنا الوقت. عنا دقيقتين بعد، ما بعرف قديه بدنا نلحق نحكي بعد من الأمور المهمة بهالموضوع. يلي بحب أقوله أكتر شيء إنه الوقاية عند الأطفال، إذا فينا نجنب الأطفال حياة تعيسة بعدين من خلال يستردوا السمع. فيني أقول لك إنه تخطيط السمع اللي عم ينعمل بالمستشفيات عند الولادة وبالمدارس كمان، إذا الولد عنده نقص بالسمع ولحقتي ابتداء من سن 6 أشهر عم يقدر يوصل للولد إنه يعيش عيشة طبيعية، يعني بيصير سمعه طبيعي. والدراسة أثبتت إنه هالولاد عم يصيروا بالغين عاديين مثلهم مثل غيرهم، عم نشوف منهم أطباء، عم نشوف منهم مهندسين، محاميين. عندي كتير كمان طلاب بالميدسين عندهم مشكلة سمع من هني وصغار، بس تعالجوا من هني وصغار، صار عندهم ريادابتاسيون خليهم يصير مثلهم مثل غيرهم بهال. حلو. تاني شيء كتير مهم، بروغرام دو بروتكسيون دو لوديسيون عند مثل ما قلنا من شوي عند المراهقين، ينتبهوا هالانتنسيتي اللي عم يحطوها بدينتهم بهالايربود مش ضروري تكون عالية، لازم دايما تكون بطريقة متوسطة يسمعوها، بس مش ضروري كتير ينبسطوا حتى تنزعلهم دينتهم. تالت شغلي ننتبه كمان إذا عنا سوديتي الشبيت نعالجها، والفاكسيناسيون ما نخاف منه الفاكسيناسيون. الناس اللي هن ضد الفاكسيناسيون هن وصغار، بس يكون عندهم ولادي يقولون اون با لي فاكسيني، ننتبه لأنه الفاكسيناسيون كتير ساعدت أنه النوال جينيراسيون ما تتأثر بها الأمراض الطفولية اللي بنسميها. ولا نختم دكتور الحديث، بالنسبة للمتقدمين للمسنين، الأشخاص المسنين 65 سنة وما فوق، العلاجات متوفرة ما هيك؟ ومنا يعني منا الإنسان يفقد الأمل؟ لا أبدا، دايما في، والتطور دايما بالبروتيز أوديتيف عم بيكون كتير، مثل التليفونات تليفون سيلولير كيف عم بيكون في التكنولوجيا عم تتقدم، البروتيز أوديتيف عم تضل تتقدم، وعم نقدر نساعد كتير كتير ناس بسن الشيخوخة. على كل حال طول ما في أطباء كمان مثل حضرتك ما بنعطل هم، أصحاب ضمير وبيتابعوا مرضاهم مثل ما لازم. الاختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتور نديم إربان، بدي أشكرك على هالمعلومات اللي بتعطينا إياها، على هالتفسير أبدا يعني بعلمي، إنما طبعا مستت للكومان دي مارتيل، كل العالم يعني قدرت اليوم ترافقك وتفهم منك بالضبط الرسالة اللي بدك توصلها. بدي أشكرك ويعطيك ألف عافية. مرسي سامية، مرسي لإليك. باي باي. الله معك دكتور، باي باي.